دلوقتي احنا عند عم احمد، عنده سمك كتير حلو اهو. هيقول لنا دلوقتي الانواع بتاعته ايه بقى، عشان وكل حاجه احسن حاجه ليها ايه. دي حناش دي حاج، بصوا الحناش دي، في حناش على فكره بتبقى منقطه وفي ساده، انا الاحلى المنقطه دي بتبقى احلى. ودي تتعمل طبعا صينيه في الفرن او ممكن تتقلى برضو. شكلها هي، انا صورت معاكم قبل كده، كنت عامله حنش في الفرن بس كان ساده، كان جلده عادي يعني، مكانش منقط كده، بس الحاج بيقول لي المنقط ده احلى. ده بتاع بحر يا حاج؟ بكام الكيلو؟ ولا 100 جنيه. حلو والله. طيب ودي دراج دي يا حاج؟ لا دي تونه. دي تونه. مش شايفه من الشمس. تونه، التونه دي حلوه طبعا، بتتقلى وممكن تعمل تونه عادي على البخار كده. والسمك اللي جنبها طبعا دابوري. والسمك اللي جنبه بقى ده ايه؟ ده مرجان، بس مخطط ليه كده؟ بتاعنا مش بلدي. بلدي مش مستورد يعني. حلو قوي. ده سردين حلو قوي، السردين ده، ده بتاعنا برضو البلدي حلو ده. جميل، السردين شكله طازه وبيلمع، السردينه الحلوه تلاقيها ان هي كده بتلمع زي الفضه. وده طبعا جندوفلي وجمبري اهو. ودي السمكه ايه اللي بتقطعها بقى؟ دي تونه بقى، السمكه دي بيقطعها سمكة تونة اهي، بنضفها يعني الواحدة هتاخدها. ده طبعا ايه طبعا. النهارده مفيش فيه سمك كتير يعني قوي، في حبة صغيرين قوي مش كتير. بصوا زي ما احنا شايفين احنا في الماكس. زي ما قلت لكم كنت رايحه لاختي في العجمي، بس لازم نعدي على الماكس الاول، فقلت اصور لكم. ده البحر بتاع الماكس ده، ما بينزلش فيه حد يعوم طبعا لانه كله صخور، ولكن للصيد بس، البحر ده للصيد بس. ما احنا شايفين كده مراكب الصيد اهي والحاجات اهي. والنهارده المفروض هنا في الماكس بيبقى فيه بتوع سمك كتير واقفين، بس مش واقفين كتير يمكن عشان موضوع كورونا او كده يعني. احنا شايفين برضو ادي، بصور لكم البحر شويه، نخرجوا شويه من جو المطبخ بقى كده والطبيخ والكلام دوت، ونشوف بقى جوله شويه في الماكس. معالم اسكندريه. ان شاء الله انا هحاول اصور لكم على قد ما اقدر يعني فيديوهات عن معالم اسكندريه، عشان اللي مش من اسكندريه يتعرف على معالمها وكده. منطقه الماكس دي منطقه السيد اصلا، جميله جدا اهي، كل البيوت بتاعتها على البحر، بس زي ما قلت البحر دوت مش للعوم ولا حاجه، ده للصيد بس. ادينا اهو بصور برضو هنا منطقه صخور، لان بحر الماكس ده كله صخور على فكره، كله صخور مش بتاع عوم خالص، بس ممكن ناس تيجي تقعد اللي هي ساكنه بقى قريب، تيجي تقعد على السور بتاع البحر كده يعني. اهو طلعت لكم على حته عاليه شويه عشان خاطر ايه، ابين لكم البحر بقى. والهواء جميل قوي، مش عارفه يعني، مش عارفه اوصفه لكم ازاي. في النهارده هواء رغم ان في شمس طالعه، بس في هواء جميل قوي يعني. الواحد اتخنق من قعده البيت بقى، فقلنا ايه نخرج النهارده ازور اختي في العجمي، وبالمره قلت اصور لكم حاجه مختلفه شويه عن المطبخ والاكلات والكلام ده كله. تمام. يا رب التصوير يبقى حلو، بس عشان الدنيا شمس جايه في عيني، انا مش شايفه اي حاجه على شاشه الموبايل بصراحه، بس انا بصور لكم كده بالاحساس يعني. ربنا يسهل. وفي مكان تاني بس مش عارفه اصور لكم فيه ولا ايه، مكان تاني كده هوت، البيوت بتبقى على الميه، والسكان بيتنقلوا عن يعني في المركب زي البندقيه كده في ايطاليا يعني. ربنا يسهل واقدر اصور لكم.
ده اللي صور فيه احمد عز فيلم الشبح، وعبلة كامل صورت فيه ملطية العايمة. ربنا يسهل واقفه واصوره، لان قدامه فيه بتوع سمك واقفين ممكن ما يردوش، فمش عارفه بصراحه اشوف. حته تانية برضو، من حته تانية برضو بصور لكم البحر. ده المكان اللي بقول لكم عليه بقى، دوت ده اللي صور فيه احمد عز فيلم الشبح. دول السكان بيتنقلوا من مكان للتاني بالمراكب ديت، القوارب دي اللي انتم شايفينها. وكمان بلطية العايمة، فيلم بلطية العايمة بتاع عبلة كامل صورت هنا برضو. ده شبه البندقية شوية في ايطاليا، اللي هما بيتنقلوا في البحر زي ايه بالقوارب، ده نفس الشيء برضو. يعني البيوت هنا وهنا، بس ده مكان قديم جدا، اثر يعني يعتبر في اسكندريه. وفي بيعوموا في الميه اهو، اهو المكان ده اهو اللي انا كلمتكم عنه. لو اتفرجتوا على فيلم الشبح تاني لاحمد عز هتشوفوه. يا رب صوتي يكون باين عشان صوت المواصلات جامد قوي. لو اتفرجتوا على فيلم الشبح هتلاقوا المكان دوت ان شاء الله. ده دلوقتي برضو رحت عند بتاع سمك تاني، في عنده ده موزه مش كده؟ ده موزه. دي موزه بكام الكيلو دي النهارده؟ النهارده ب50، والفيليه انت عايزاه تبيع ب50، وشكلها طازه بصراحه حلو قوي. الموزه دي تتقلى وتتشوى صح؟ والقلي احلى، والقلي بتبقى احلى. دي موزه مرمار. واللي جنبها ده اسمه ايه؟ مرمار. نرمار. نرمار برضو. ده بيتقلى ده صغير بيبقى كده؟ القلي جميل قوي. ولا بيبقى في منه كبير برضو؟ في منه الاكبر، حجمه اكبر. في حجم اكبر. ايوه. بيتقلى بيبقى حلو برضو. جميل. في بوري حلو؟ ده بوري جميل جدا طبعا، سنجاري بيبقى صينيه، ممكن يتقلى ممكن يتشوى. بالظبط. تمام. ده سردين حلو جدا. بكام السردين ده بقى؟ السردين ب 40 جنيه. انا بحب السردين قوي، هبقى اخد منك سردين على فكره. انا بحب جدا السردين ومفيد جدا في ام جسري طبعا. ايوه. في جندوفلي بلدي. ده جندوفلي بلدي. غير العرايس. ده الجندوفلي الصغير القديم قوي ده. ده كان رخيص زمان، دلوقتي بقى هو اغلى من التاني صح؟ ده البلدي الاصلي. في وقور. طب ممكن توريه لنا شويه يعني قدام بتاع، يعني يطلع حبه معيش عشان نشوفه؟ لا الصغير بقى مش. ده هو ده كده. ده الجندوفلي البلدي. ده البلدي. في عندي حبة الوقار دول. ده ايه ده وقار بقى؟ وقار ده اتعمل صينية في الفرن طبعا. اتعمل صينية، اتعمل شوربة. ده بص احلى حاجة مقلي وشوربة، الحاج بيقول لي احلى حاجة مقلي وشوربة. مقلي وشوربة تبيب. بص المحشوش بتاعه بيبقى أحمر كده يبقى طازة. أيوه طازة. ما شاء الله. في كام الكيلو من الوقار ده؟ الوقار ب 150. 150 حلو والله، أسعار جميلة جدا. أسعار حلوة لأن هو الوقار غالي أصلا. دنيس وسطاني. ده دنيس وسطاني يعني وسط. ايوه. دنيس زي اتقلى طبعا. اتقلى زيت وليمون. اتقلى اتقلى ايه الاول. ده حلو والله جميل جدا. دنيس بكام معلش؟ دنيس الرياض من جيني، بس لو عايز انزلك في السعر. بس ده صغير يعني مش كبير قوي. ايوه. مش غالي؟ لسه بعد الفيديو بقى يا جماعه انا هتفهم معاك الاسعار بقى. ماشي.